بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ ياسمين فاست فود. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه ما بنستغناش عنها ابدا، وخصوصا جنب الفراخ الكنتاكي والبطاطس مقرمشه، وهي الكاتشب. طبعا الكاتشب احنا سمعنا كتير جدا ان هو بيكون ممكن يكون معمول بطريقه مش مظبوطه، او ما بنضمنش طريقه عمله انها بتكون طريقه امنه او صحيه، وسمعنا كلام كتير بخصوص الموضوع ده. فيفضل ان انت تعمليه طبعا في البيت، وتكوني طبعا يعني مطمئنيه على صحه اولادك وصحه اسرتك، وفي نفس الوقت مش هياخد منك تكاليف، ومكوناته موجوده في كل بيت، فيفضل ان احنا نعمله في البيت. تعالوا نشوف مع بعض المكونات بتاعه الكاتشب النهارده. هو اتعمل طبعا باكتر من طريقه، وانت ليكي حريه الاختيار، والتجربه طبعا بتقول لك في الاخر انت ايه افضل طريقه ممكن تعملي بيها الكاتشب. انا عايزه اعمله بطريقه سهله وبسيطه ومبسطه. جبت نص كيلو من الطماطم اهي، وضربتها في الخلاط بس بدون إضافة أي نقطة مية، بحيث تكون القوام سميك معايا بالشكل ده. وصفيتها طبعا عشان ما يكونش فيها قشر أو بذرة أو الكلام ده كله اهي، فيكون القوام معايا تخين بالشكل ده، قوامه يعني سميك. المكونات التانية اللي هضيفها للكاتشب بسيطة، وهي معلقتين كبار من السكر، ودي طبعا اللي بتديله مذاق الطعم الحلو، ودي مهمة جدا. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود او الفلفل الابيض لو متواجد عندك، على اساس ما يبانش في الكاتشب. معلقة صغيرة من الملح، ما نزودش طبعا الملح. معلقة صغيرة من الثوم، ممكن الاستغناء عنه ولكن هو بيديله نكهة جميلة. معلقة من الفلفل الحلو والبابريكا. هنا هحط معلقة برضو صغيرة من نكهة الكاتشب، بتتباع عند العطار، او من لون الطعام. لو ما لقيتيش جيبي لون طعام احمر عشان يكون اللون معاكي احمر قاني كده، يبقى شكله يعني ايه جميل كده ويفتح النفس. ممكن تضيفي له نكهة تانية، وهي الباربيكيو، ومعلقة من زيت الزيتون طبعا بتديله لمعة كده وتديله طعم حلو. وهضيف كمان في الاخر معلقة من الخل، لو ما فيش خل تفاح ممكن تضيفي خل عادي لكن ما تزوديش منه جامد. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ازاي. على النار نسيب الطماطم بتاعتنا تغلي لوحدها كده حوالي 5 دقايق. بدأ يقلل معايا اهو، اول ما يبتدي يعمل الحركة دي هبتدي اضيف باقي المكونات بتاعتي. احنا يا جماعه عايزين نعمله باسهل طريقه، حسب المكونات المتوفره عندك يعني في كل بيت وتكون موجوده عندك. السر او البطل بتاع الكاتشب هو السكر، لان هو اللي بيديله المذاق الجميل بتاعه. هضيف كل المكونات اللي قلت لكم عليها من شويه على الطماطم بتاعتي اهي، شايفين اللون اتغير ازاي؟ ده اللون القديم اهو على جنب، وادي اللون الجديد لما حطينا طبعا اللون الغذائي او نكهه الكاتشب. تحط منها معلقه صغيره، وهضيف طبعا الزيتون، زيت الزيتون، ومعلقه البابريكا بتديله طعم حلو، دي ممكن تستغني عنها. ممكن تضيفي له نكهات مختلفه طبعا على حسب ما تحبي. شايفين اللون بتاعه بدا يعمل ازاي؟ في الاخر خالص معلقه بسيطه كده صغننه من الخل تفاح او الخل الابيض، مش بضيف منه كتير عشان ما يمززوش قوي. ويدك فيه تقلبيه 5 دقايق كمان، يعني 3 4 دقايق، اقل من 5 دقايق ويبقى معاكي احلى كاتشب. لو عايزاه يكون محلي اكتر من كده يعني مسكر شويه، زودي السكر شويه او ضيفي اي نكهه انت بتفضليها للكاتشب بتاعك. احنا نستنى ليه بقى 5 دقايق؟ علشان لما نحتفظ بيه في الثلاجه يعيش معانا فتره او عمر اطول، فلازم الطماطم بتاعتنا المكونات دي تغلي شويه. الكاتشب بتاعي خلاص اهو، انا زودت يا جماعه معلقه سكر تاني، يعني ممكن تحطي من معلقتين كمان ل4 معالق على حسب التحليه اللي انت عايزاها. لو حابه ان انت تعمليه بطعم الفلفل ممكن تحطي تفرمي طبعا فلفلايه برضو معاه وتحطيها، بس تكون مفرومه ناعم جدا اهو، شايفين لونه جميل ازاي. وهنعبيه بقى مع بعض في ايه، هنشوف دلوقتي، في برطمان لازم يكون معقم كويس جدا، او في علب من علب الهاينز اللي انت جايباها طبعا. بصي انا حطيت ميه سخنه جدا كانت بتغلي، حطيت فيها برطمان ازاز عندك، اهم حاجه ان البرطمانات تكون نظيفه كويس جدا، او من العلب دي بتتباع تقريبا العلبه دي ب5 جنيه، يعني ممكن تجيبيها وتستخدميها، وكل ما تخلص تغسليها وتعملي فيها مايونيز كاتشب زي ما انت عايزه. وده شكل الكاتشب النهائي بتاعنا، شايفين طبعا لونه جميل ازاي وطعمه كمان حلو جدا. هنحطه على البطاطس على الكنتاكي زي ما انت ما تحبي يعني تستخدميه، فممكن كمان تشيليه كمان في الفريزر
يعني تاخدي منه جزء وتحطيه في ازازه صغيره تستخدميها، والباقي ده ممكن يتشال كمان في الفريزر، بيقعد ما بيحصلوش اي حاجه، ونطلع ناخد منه كميات صغيره ونرجع نرجعه تاني. ويستحسن برضو ما نعملش كميه كبيره، يعني نص كيلو نص كيلو طماطم وهكذا عشان يكون برضو طازه معاكي. تعالوا بقى نشوف الفرق بين الهاينز او الكاتشب اللي بتجيبيه جاهز والكاتشب اللي انا عاملاه. انا طبعا اخدت شويه من البرطمان الازاز زي ما قلت لكم، حطيتها في العلبه دي وشلت الباقي في الفريزر، وده الهاينز اللي بنجيبه جاهز. تعالوا كده نحطه على الطبق ونشوف. ده الجاهز، وده نرجها بس الاول كده، ده اللي انا عاملاه. شايفين فرق اللون؟ طبعا اللي انا عاملاه لونه اجمل، يفتح النفس، ولونه فاتح عشان بطماطم معموله طازه، جميل جدا. وليكم بقى ان انتوا تختاروا. عملت بطاطس هنا اهو عشان نشوف بقى ما نحط عليها كاتشب. طبعا جميل بالبطاطس. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي مطبخ ياسمين فاست فود، وتجربوا الوصفه دي، وان شاء الله تعجبكم. واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.